أمس كان ترند بصراحة صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجاكيته، أكيد شفت الموضوع؟ شفت مقطع بسيط. خلينا نشوف الصورة مع بعض. هذه الصورة، شنو تفسيرك لهذه الغشمرة اللي صارت لي؟ البعض صور إن أنا عندي إياه من زمان، بس يعني الحين صار أكشخ. أنا هذا الرجل لا أقولها مجاملة، لأنه لا يحتاج إلى مجاملتي. نعم. وعلاقة المحب بيني وبينه لا تجعلني أحتاج إلى أجاملة طبعاً. هذا صقر طال عمرت. هذا الرجل جمل الجاكيت. هذا الرجل أعرفه منذ نعومة أطفاله، وأسمع عن هذا الشاب من أعظم ملوك العالم في تربية أبنائه تربوياً. الملك سلمان. نعم. أسبوعياً يأتي إليهم مدرب. نعم. يدربهم كل أبناء الملك سلمان، مدرب، واجتهد عليهم اجتهاداً كثيراً. نعم. التقيت بالأمير محمد مرة ومرتين. ومرة جيت وكان الملك سلمان يعده، كان بالمرتبة السادسة. وكان يستشيني في شيء اسمه نظام الصحة العقلية. قال لي دكتور إذا وقتك يسمح تمرنا. جيت مكتب وشوفي صلابة الملك سلمان في تربية أبنائه. كان مكتب من ضيقه ما قدرنا نقعد، فطلعنا مكتب آخر اجتماعات. هذا الشاب تم صناعته صناعة قوية.